السلام عليكم. فكما وعدتكم اليوم عندنا 8 15، دائما اللي بغى يشوف 15 اللي دازوا حط الرابط ديالهم اسفل الفيديو اللي بغى يتفرج فيهم. باقين في الداس ديال القوى لا بويسونس. 8 اللي قبل هذا كنا بدينا من A1 حتى A9، دابا غنكمل من A10 حتى A22، وباقي جوج اخرين بالله غادي يكونوا في 8 17 و 8 18 اللي غنشوفهم غدا وبعدو ان شاء الله. كما العاده حاولوا تنقلوا هاد التمرين هذا، حاولوا تنقلوه عاد بداو تخرجوا، واللي ما بغاش ينقلوا عنده لام بريموت حط لكم الفورما بي دي اف اسفل الفيديو اللي بغى امبريمي. فكما كتلاحظوا في التمرين هذا غتكون الصعوبه كتزاد شويه بشويه كما وعدتكم، يعني كنبدا نبقى غادي وكنزيد في الصعوبه شويه بشويه. القواعد ديال القوى خاص تكونوا حافظينهم كاملين، لان يعني ما يمكنش تخرجوا هاد التمارين بلا ما تكونوا عارفين القواعد ديال القوى. اذا نبداو على بركه الله ب A10. اذا A10 كتساوي ناقص 31 على 9 اس 5 فوا 9 اكسبوزون 5. الوغ غير باش بعد ما نبداو كنحاول نهضر بالعربي والفرنسي، حيت المات ماشي بحال المات اس في تي ولا الفيزيك، يعني في المصطلح السامبل باينين، يعني تقدر سواء كنت مصدر دولي ولا مصدر عام غاتبع معايا عادي. يعني بالوقت كندير التمرين بالفرنسي والتمرين بالعربيه، يعني تمرين واحد راه كافي. الوغ هنا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان عندي هاد عدد اس عدد فوا عدد اكسبوزون واحد العدد، يعني هاد الاس كيتعاود نفسه. انا درتو بالخطا في هاد الحاله، كنطرح السؤال شمن ساوت غنستعمل، حتى القوى كلها سوارت، يعني عندي واحد لابواط فيها السوارت وكل عمليه خصنا نبدا السوارت ديالها. اما هاديك الشيء ساهل بزاف، وهذا هو الدليل. شوف دابا هادي غنطبق عليها هاد السوارت هذا، فوالا انا عندي بحال هادي، عندي بحال هادي وخاصنا نرجعها بحال هادي. توقع ليا اكتب على شكل قوة اس وها موجب، هاد ان يكون موجب. دابا انا عندي هذه، شكون هي ا؟ هذا درتها بالزرق ناقص 31 على 9 الزرق مع الزرق، والبي درتها بالغوص، ها هي نف مونف هي 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 بي، وهذا الاس هو درتها بالخضر هو ان. ها هو شوف ان ان 5 5 هذه خصنا نرجعها على هذا الشكل هذا بحيث يكون هذا ان يكون موجب. يعني اش كندير؟ كنضرب ا في بي، اذا غادي نضرب ناقص 31 في 9 في ناقص 9 بحال هكذا، فوالا هي ضربت هذه في هذه، الكل اس 5، الكل اس ان، الكل اس 5. تخي بيان، دابا كنحسبها، 9 كتمشي مع 9 وناقص مع ناقص هي زائد، تبقات لي 31 اس 5 اللي هي هذه. اذا هنا كتبت هذا كتبت هذا العدد هذا على شكل قوة اسها موجب اسها 5. تخي بيان، نشوفوا الا 11 كتساوي 9 اكسبوزون 5 فوا 2 بويسونس موان 5. هنا شنو كنلاحظ؟ ما عنديش الاس بحال بحال وما عنديش لاباز بحال بحال، لاباز فيها ناقص 9 2 والاكسبوزون فيها 5 ناقص 5. وان في القواعد ديال القوى لابد اما خصو يكون عندي الاساس بحال بحال او يكون عندي الاس بحال بحال، وهنا حتى وحده فيهم ما هي هذه. يعني شنو ندير؟ خاصني نبذل مجهود اضافي. ما قلت لكم غادي كنصعب شويه بشويه، بحال دابا هنا كانت واضحه 5 5 هنا 5 ناقص 5، هاد ناقص 5 هذه خاصني نحاول نرجعها 5 باش نطبق القاعده هذه باش تولي عندي ا اس ان بي اس ان. تخيل دابا هذه ولات 5، غنطبق القاعده بسهوله. ولكن باش اننا نرجع الاس السالب، دابا الاس السالب كان نرجع موجب، كاين القاعده هذه، هذا هو السوت اللي غنستعملو. ا بويسونس ان ايتيكال ان سيغ ا بويسونس ان، الا قلت لك ا بويسونس موان ان هي ان سيغ ا بويسونس ان، يعني هاد الاس هذه اللي سالب الا هبط للمقام غادي يولي موجب. ايوا صافي، يعني نطبق على هذه، هاد جوج اس ناقص 5 نكتبها هي 1 على جوج اس 5 بحال هاد الشكل هذا. هي ا اس ناقص ان كتساوي 1 على ا اس ان، يعني غير ما بغاش يفهم، راه الامور واضحه جدا. ولكن غتقول لي اسمح لي دابا هاد الخمسه جات اس 2، حنا خصنا يكون العدد كله اس 5 بحال هكذا. شوف بكل اس ان، اذا هنايا غادي نمشي هاد واحد، هاد واحد شناهي؟ ماشي واحد اس 5، حيت واحد اس اي عدد اما هي واحد. وهنا غادي نطبق العلاقه هذه، عندي ا اس ان على بي اس ان، مثلا عدد اس عدد على عدد اس نفس العدد اش كتساوي؟ ا على بي الكل اس ان. طبق لي هذه على هذه، عندي واحد اس 5 على جوج اس 5، هذه ماشي هي واحد على جوج الكل اس 5 بحال هكذا. ايوا هي دابا كتبان لي، دابا عندي الاس بحال هي 5 5، يعني دابا عندي هذه هي ا اس ان بي اس ان، هي ا اس ان بي اس ان، هذه اش كتساوي؟ كنضرب هذا في هذا الكل اس ان، هي ا في بي الكل اس ان، يعني في الشكل هذا، يعني هي ناقص 9 في 1 على 2 الكل اس 5، وهذه ما كتختارش كتبقى بحال هكذايا، هي ناقص 9 على 2 البسط في البسط والمقام في المقام، ناقص 9 على 2 الكل اس 5. كتبان تكونوا فهمتوا مزيان هاد ال ا 11. نمشيو ندوز،
هاد لاباج غنشوفو الدوز والتخيص والكاتوز. نبداو بالدوز، شنو عندنا هنايا؟ ناقص 6 على 5 اكسبوزون 9 تو اكسبوزون 11، هادي كتسمى قوة قوة، يعني بويسونس دون بويسونس. إذا هنا شنو دائما السؤال المطروح، غنجيب لاكيس ديالي، أشنو هو الساروت اللي غادي نجبد باش نحل هادي؟ اللي ما عنديش الساروت راه والله لا حليتها واخا بقات 100 عام، كان عندك الساروت غتحلها بسهولة. الساروت هو هذا، هو هذا. كتقول لي الا كان عندي ا اس ان، الكل اس ام كتساوي ا اس ان في ام، صافي كنضرب هذا في هذا. دابا ولات سهله، كيقول لك الا عندنا مثلا هذا، شوف ا اس ان الكل اس ام، هي ا هي ناقص على 5 والان هي 9 والام هي 11، كتساوي هذا العدد اس هذا في هذا ضرب 11 بحال هكذا، فوالا ناقص على 5 اس 11 بحال اللوز. وهذه كتحسب هي هذه، هي ناقص على 5 اس 99، صافي ستوب. بغى قوة أسها موجب، هي قوة أسها موجب، صافي. يعني شوفوا معايا، ملي كنعرف يعني القواعد ما كنلقاش مشكل. بنفس الطريقة غنطبقها على هذه هنايا، شنو عندي؟ هي أ أس إن الكل أس إم، إذا صفر 25 أس 2 الكل أس ناقص 2. هنايا أ شكون هي؟ هي 0 25، شكون هي إن؟ هذه إن هي 2، وشكون هي إم؟ هي ناقص 2. هو طبق، هي 0.25 أس 2 في ناقص 2، وهذه شنو هي؟ هي 0.25 اس ناقص 7. ولكن كيقول لي السؤال اكتب على شكل قوه اسها موجب، كون مابقاش قال لي اسها موجب دابا طلبني ليكسبوزون خصو يكون بوزيتيف، كون مابقاش لي ليكسبوزون بوزيتيف هنا غادي نوقف. ولكن طونك هو قال لي ليكسبوزون خصو يكون بوزيتيف، اشنو هو الساروت اللي كيرجع لي ليكسبوزون بوزيتيف او نيجاتيف؟ شكون هو؟ هو هاد الساروت هذا، ا اس ناقص ان كتساوي 1 على ا اس ان. اذا كنت انا عارف هذه فحطبق على هذه، هنا هي ا هي 0.25، وشكون هي هاد ان؟ هي 4، والناقصها هي. اذا يكفي ان هاد العدد اللي كتشوفو كامل كتبوا لي في المقام حيث الناقص بحال هكذا، ها هو شتي هذا كامل كتبته هنايا حيث الناقص واحد، هذا ها هو تري بيان. غتقول لي مازال دابا هذه ماشي قوه، باش نقول قوه خص يكون عدد اس عدد. انا عندي عدد، لا عدد اس عدد، لا خص يكون عدد الكل اس عدد. اذا هنا غنكتب هي 1.25 الكل أو 7، لأنك مشتو كما قلت لك هاد واحد غنكتبه هو 1 أو 7، 1 أو 7 العدد أو 7، هو 1 على العدد الكل أو 7. تخي بيان، نشوفو الأ 14، هذه اللي وحال هنايا يرجع للأ 11، صافي؟ الأ 11 بحالها، الأ 14 شنو فيها؟ بحالها هي بحالها بالضبط، غير أن شنو درت هنا؟ زدت هنايا جد مربع، ملي يكون عندي عدد أس عدد الكل أس عدد كنطبق هذه، كنضرب هذاك الاس هذا في الاس اللي فوق منه، كنضربهم بجوج، يعني نكتب بحال الشكل هذايا، ها هي جذر 11 على 23 اس 5 في 15، وهذه كتحسب هي اس 75، صافي ما بقى لي بنزيد، صافي ستوب. يعني قوه اسها موجب، ها هي قوه اسها موجب، لا ما دخل علي ما والو. نمشي لـ A15، الـ A15 4 سور 35 بويسونس موان 11 2 بويسونس 10. تا هي بنفس الطريقة. إذا شنو هو الساروت اللي غادي نستعمل؟ كان عندي قوة وقوة، عندي عدد أس عدد الكل أس عدد. غنجبد الساروت ديالي اللي هو هذا، هو أ أس إن الكل أس إم كيساوي أ أس إن في إم. كنطبق، يعني عندي هذا أس هذا في هذا، فوالا 4.35 أس ناقص 11 في 10. كاين اللي غادي يقول لي واك عاودتي نفس العملية بحال بحال، لا. كل ملي كنتقل من أ لأ، مثلا أ 14 أ 15 على القانون زدتكم شي حاجه ماشي هي هذه كما كتشوفوا هنايا، فوالا هي شوف اللي عندنا 4 على 35 اس ناقص 110 في ا 14 عطات لكم واجده، خرجت لكم اس موجب. دابا لا، شنو خرج ليا؟ دابا خرج 4 على 35 يعني قوه، ولكن اسها ماشي موجب، هذا الاس ماشي موجب. باش نرجع موجب، شنو هو الحل اللي غادي ندير هنايا؟ هنا ما عنديش واحد، كون عندي واحد كندير ديك أ أس ناقص إن كتساوي واحد على أ أس إن، كان عندي 4 غادي نستعمل الساوت هذا، غادي يجينا حسن. شوفوا الساوت كيقول هذا أ على بي الكل أس إن كتساوي بي على أ الكل أس إن. يعني هاد ملي كنت مثلا عندي باسط على مقام والأس سالب، بغيت نرجع الأس موجب، قلب الباسط على المقام، شوف كت أ على بي على أ، نقلب الآن ناقص الحيزة. غير تشوفوا شويه عليكم، هانتوما شوفوا عندي عدد على عدد اس عدد سالب، انا هاد الاس بغيت يولي موجب، ماشي مشكل نرجع موجب، غير قلب هذا مع هذايا، شوف بي طلعت لفوق و ا طلعت لتحت كما كتشوفوا هنايا، طبقوا عليا هذه.
إذا نزيد سطر آخر، هاد الناقص نحيدها ولكن مشات، هاد 35 طلع الفوق وبعد بلاصتها بحال هكذايا، فوالا هي 35 إلى 4 أس 110، صاف هانا ساليت. نشوفو الأ 16، الأ 16 فين كاين الجديد؟ عندي 9 أس 4، الكل أس ناقص 2، الكل أس 3، يعني عندي هاد لي ديكسبوزون عندي 3 عدد أس عدد، الكل أس عدد، الكل أس عدد. هنا دائما كنطبق هذه، نقدر نزيدكم هنايا أ أس إن فوا 2 بويسونس إم 2 بويسونس كا باغ إكزومبل، غتساوي أ أس إن فوا إن فوا كا، شحال ما كانوا هنايا شحال ما كانوا هنا كنطبق ديما النظام، هذا في هذا في هذا في هذا في هذا، إذا غنطبق على هذه غتساوي 9 أس 4 في ناقص 2 في 3، شحال ما كانوا هنا شحال ما كانوا هنا غنضرب هذا في هذا في هذا حتى إن، صافي هذه كتحسب 4 في ناقص 2 هي ناقص 8 في 3 هي ناقص 24، إذا هذه 9 أس ناقص 24. دائما المشكل عندي هاد الاس ماشي موجب، هاد الاكسبوزو خصو يكون موجب كما قال لي هو، راه ماشي دائما خصو يكون الاس موجب، ولكن السؤال طلب مني هو طلب فرض عليا، فرض عليا قال لي انا اعطيني قوه يكون الاس ديالها موجب، انا نجاوب باش نعطيك اللي بغا هو. الوغ هنا كنطبق اني غتساوي هذا ديما، غير تشوفوا مثلا بغيت عندك مثلا الاس سالب ترجع موجب، جبت تساوي هذا ا اس ناقص ان كتوحد بحال ا اس ان وصافي، يعني هذه شنو هي؟ هي واحد على 9 الكل اس 24. فهمت هذا تولي شنو هي؟ هي انا بحال اللي زدت نيا ستار، هذا الشيء اللي كنا ديناه من قبل بغيت نعاودو، يعني هذه هي واحد على 9 اس 24 ياك، واحد على 24 كتساوي واحد على الكل اس 24 فوالا. نشوفوا دابا ا اس 17، ا اس 17 ناقص 9 اس 7 على ناقص 9 اس 3، اذا هنا عمليه جديده. اذا شنو هو الثالوث اللي نستعمل قبل ما الثالوث؟ نشوف الملاحظه عندنا شنو هي. شنو الملاحظه؟ هذا العدد هذا هذا العدد هذا ناقص 9 كيشبه هذا، واحد في واحد المقام، يعني هذا الاساس هذا بحال هذا الاساس لاباز هذا، اذا هنا كنستعمل هذا الثالوث هذا ا اس ان على ا اس ام، ملي كنت عندي نفس الاساس كاين في البسط وفي المقام كنحيد الكسر كيتحيد كتولي هي ا اس ان ناقص ان، الفوق الاس الفوقاني ناقص الاس التحتاني. ودابا غادي يطبقوا عليا هذه، انا شكون هي ا؟ هي ناقص 9، وشكون هي ان؟ هي 7، شكون هي ام؟ هي 8، هي 3. طبق هادشي كما هو، اذا هي ناقص 9 اس 7 ناقص 3 تو سامبلومون، هي ناقص 9 اس 4 ستوب. دابا هنايا ما بقى لي فين نزيد، تخي بيان هنا ديت الاس 4، لان حنت علاش حنت هاد الناقص نقدر نحيدها، لانه الاس ديك الاس الزوجي قلت لكم ملي يكون الاس ديك ليكسبوزون بيغ اس الزوجي هاد الناقص كتحيد، الا كان الاس فردي 5 7 9 11 اكسيتيرا هاد الناقص ما نقدرش نحيدو. تخي بيان نمشيو لل 18 ياك 5 78 اكسبوزون 45 سيو 5 78 اكسبوزون 47. هذه حتى هي شنو الملاحظه؟ بحالها ا اس ان على ا اس ام، يعني هذه ا اس ان على ا اس ام نفس القاعده اللي كتساوي ا اس ان ناقص ام، ا اس ان ناقص ام. هذه شنو هي؟ هي 5.78 اس ناقص 2. دابا هنا عاوتاني خرج ليا الاس السالب، هاد ناقص 2 هي 45 ناقص 47 الاس السالب، قلنا ملي يكون الاس السالب شنو كندير؟ كنجبد الثالوث اللي كيحل ديال الاس السالب، ها هي ا اس ناقص ان كتساوي 1 على ا اس ان، اذا هذه هي غادي تساوي لي هي 1 على 5 78 اس 2. شوف شديت هذا كامل، هذا شدته كما هو حطيته في المقام وحيدت من الناقص ومن فوق خليت واحد، صافي هذه هي 1 اس 2 على 5 78 الكل اس 2. حط واحد يمكن نكتب واحد اس 2 اس 3 اس 4 اس 5، انا اخترت نكتب هنا اس 2 باش تكون عندي باش نستعمل باش نستعمل هاد العلاقه هذه اللي هي ا اس ان على بي اس ان كتساوي ا على بي الكل اس ان، بحيث ان هنا هي 2 و ا هي 1 و بي هي 75، هذه كتساوي هي 1 على 75 الكل اس 2. نشوفوا دابا ا 19 1 على 2 اس 11 على غاسين دو 1 دومي بيسونس 2. الوغ هنا شنو هي الملاحظه؟ حضر معايا مزيان مزيان.
ليكسبوزون ماشي بحال بحال هنا 11 هنايا 2 لا باز الاساس ماشي بحال بحال هنا 1 على 2 هنايا جدا 1 على 2 اذا شنو سوف تعاد نستعمل ولكن ما تنساش نزيد شويه ديال المجهود هنا كاين 1 على 2 وهنايا هنا كاين 1 على 2 وكنا فوقنا الغاصين هذيك الغاصين يمكن لي نطيرها والغاصين شكون كيطير عليا كيطير عليا كطير عليا القاعده هذه جذر ا اس 2 كتساوي ا يعني كتمشي هاد جوج مع الغاصين كتمشي كتبقى لي غير ا تخيلوا دابا معايا هاد الجوج عاد تمشي مع الغاصين هذه وعاد تبقى لي شنو 1 على 2 غير كننبهكم مزيان هاد القاعده هذه هي صحيحه اذا كان ا موجب اذا كان ا موجب اللي كان ا سالب ما يمكنش تقول مثلا جذر ناقص 25 كتساوي ناقص 25 لا اذا كان ا موجب كتساوي لي ا اما الا كان ا سالب كتساوي لي ناقص ا دابا تشوفوا العام الجاي كما تشوفوا القيمة المطلقة على اي نكمل الوغ هذا نكتبها بحال هكذا هذا هي 1 على 2 اس 11 على 1 على 2 غتقول لي فين مشات الغاصين الغاصين مشات مع 2 يمشوا بجوجهم مشات الغاصين مع 2 ها هي الغاصين مع 2 كتبقى تبقى لي تبقى تحت جذر المربع تخي بيان دابا ولات عندي الفوق عندي واحد الاساس بحال بحال ها هي يعني نطبق العلاقة هذه ها هي ا هي 1 على 2 ها هي اي 1 على 2 هنايا الاس ان شكون هو هو 11 شكون ام هو 1 فهمت 1 على 2 هي 1 على 2 اس 1 ياك اذا هذه شكون تساوي هي 1 على 2 اس 11 ناقص 1 قلنا ان هي 11 وقلنا ام هي 1 اللي كاينه فوق 1 على 2 ما كنكتبوهاش وهذه يمكن نكتبها هي 1 على 2 الكل اس 10 ونمشيو ل ا 20 الوغ ال ا 20 ايغال راسين دو 3 سور 4 بويسون 100 sur 3 sur 4 puissance 23 هادي شنو عندي هنا هادي حتى هي ما نقولش معقده ولكن خصها شويه ملاحظه اكثر من 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 ا 19 وهذا هو الهدف وانا كنت تبنوا مزيان على هذه القوى عندي هنايا جد مربع 3 على 4 اس 10 اس 100 تخيل دابا هاد الغاصين اللي حايد هاد الغاصين اللي حايد تحل المشكل ديك الساعات علاش غتولي عندي هنا 3 على 4 3 على 4 ولكن الغاصين حنا قلنا كنحيدوا ليا جوج ماشي كنحيدوا ليا 100 غير هي هاد 100 نقدر نكتبها هي جوج في 25 في 50 علاش باش نطبق القاعده هذه قلنا الغاصين دو ا وكاريت ايغال ا نحاول دائما قلنا نبغي نحيد الغاصين نطبق في جوج نجيبها فيما كتجيبها فيما كتجوج نجيبها وهنا جوج يمكن نجيبها الا نكتب 100 هي جوج في 50 نكتب بحال هكذايا جذر ا هي جذر 3 على 4 هاد الميكس هي جوج في 50 هذه خليها كما هي علاش درت انا جوج في 50 علاش باش نستعمل هذه باش نقول ان هاد ا اس ان في ام اللي هي هذه ها هي دابا هي ا هي الغاسين دو 3 سور 4 كلها هي ا وان هي 2 والام هي 50 هذه كتساوي جذر ا اس ان الكل اس ام يعني ان هاد تساوي لي هي جذر 3 على 4 اس 2 الكل اس 50 انتقلت من هذه ان هذه ها هي شوف العكس ديال قبيله انتقلت من هذه ان هذه قبيله في التمرين الصفحه اللي قبل هذه كان عندي عدد اس عدد الكل اس عدد كنكتب بحال هكذا دابا العكس دابا عندي هذه كتكتب بحال هكذايا وعلاش انا ضبطت هنايا في الغاصين طقم له جوج شتي ها هو دابا هاد الغاصين هذا غادي يمشي ليا مع هاد الجوج ياك وغتبقى عندي بحال هكذا 3 على 4 اس 50 على المقام هضرت معاك كما كان هنا كما كان هنا كما كان هنا غتقول لي واش درتي فين هاد الجوج فين هاد الغاصين جوج الغاصين مشوا بجوجهم ها هي جوج الغاصين كيمشيو مشات جوج مع الغاصين بقى ليا داكشي اللي كاين تحت تحت الغاصين اللي هو كتكون 3 4 صافي ها انا دابا دابا ضبط في 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 العلاقه اللي معروفه الاساس بحال بحال 3 على 4 3 على 4 ونجبد الصوت ديالي شنو الصوت اللي كيحل ليا هذيا يعني هو هذا ا اس ان على ا اس ام كيساوي ا اس ان ناقص ام بسهوله هنايا ا هي 3 على 4 هي كاينه هنا وكاينه هنايا هذا الان هو 50 وهذا الام هي 23 وطبق مباشره طبق مباشره هي ا اس ان ناقص ام اشوف ا اس ان ناقص ام هي ا اس ان ناقص ام وهذه كتحسب هذه هي 3 على 4 اس 27 27 هي 50 ناقص 23 27 راه ساهل باش تشوفوا بزاف ديال الاقواس وجد مربع ويقول واه واش صعيب هذا الشيء ما صعيب والو اللي تبع يبان له ساهل نمشيو لوبيراسيون الاخرى في هذا التمرين هذا اللي هي ا 21 و ا 22 راه مازال تمرين واحد اخر انا قلت لكم كان سالي جو بونس في 34 يعني باقي جو بونس باقي جوج تمرين واحد اخرين باقي جوج
باقي 17 18 في هذا بحال الشكل هذا. حيت هذاك ما سجلته جاني طويل بزاف، جاني طويل بزاف، وما حنا دابا واصلين 20 دقيقه، يعني جاني طويل بزاف وقسمته. اذا شوف دابا A21، A21 هو جذر مربع، لا ما كاينش مربع، هو ناقص 5 على 11 اس 45 و موان 5 سور 11 بويسونس 86. هذا وقت اثبات وقيله سهله، علاش حيت بان ليا ا، يعني باش نطبق هذه العلاقه هذه بات ليا ها هي ا هي ناقص 5 على 11 كاينه هنا وكاينه هنايا، و ان هي 45 و ام 86 نطبق مباشره، هي ناقص 5 على 11 اس ان ناقص ام اللي هي ناقص 5 على 11 اس ناقص 41. ناقص ديال سالب، ناقص ديال سالب، خصنا نرجع موجب. قلنا باش نرجع موجب لابد خصني الثابت المناسب اللي هو هذا. حيت هنا ملي يكون عندي هنا واحد كنكتب ديك ا اس ناقص ان كتساوي واحد على ا اس ان. هنا مثلا عنديش واحد، عندي مثلا خمسه، عدم غير واحد كنستعمل هذه على بي اس ناقص ان كتساوي بي على ا اس اس ان. يعني كنقلب البسط على المقام، نشوف ا بطلت لتحت وبي طلعت لفوق، وديك الان كيولي موجب. دابا طبق هذه على هذه، يعني خمسه بطلت لتحت 11 طلع لفوق، وديك الساعه عندي ناقصين حيده ها هي، هي ناقص 11 على 5 اس 41 ناقص هذه ما هضرش معاها، هذه كتبقى هي هي، غير هاد 5 هبطت لتحت 11 طلعت لفوق هاد الناقص حيدت صافي. اذا ها هو قال لي انا اكتب على شكل قوه اسها موجب هو موجب، كان سالب دابا ولا موجب. دابا نشوفوا اتلين 20 اللي هي كتساوي ناقص 7 على 16 اس 95 على ناقص 7 على 16 اس 1. هنا اس 1 ما كيكسبوش، غير باش تكون عارف باش ملي بغي نطبق هي تقول لي وفي كينا ام، ام هي واحد. هذوك هنايا غنستعمل العلاقه هذه، ا هي ناقص بلا 16 كما كتشوفوا هنايا، هذه كتساوي ناقص بلا 16 اس ان ناقص ام 95 ناقص 1 ها هي كتساوي ناقص 7 على 16 اس 94. ولكن لاحظوا معايا هذا الاس الزوجي ياك، يعني اكسبوزون بير، هذا الناقص نقدر نحيدها، تبقى لي هي 7 على 16 اس 94. وانا كنكونوا كملنا هذا التمرين هذا، كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، ما تنساوش تبارطاجيو هذا التمارين مع لي كوليك ديالكم. وهذا دابا نخليكم موعد مع التمرين الموالي، وجبوط غادي يكون التمرين 17، وغادي نبدا من ا 23. اذا السلام عليكم.